صباح الخير من بيت ماما لولا. البارحة تعبوا هواية وتحركوا هواية وفرحوا وهواية، لكن هسه لازم نتريق ونبلش نهار جديد ونشاطات جديدة. خليكم ويانا. صباح الخير. شلونكم اليوم؟ جاهزين؟ يلا نبدي تماريننا. سارة نبدي؟ يلا خلينا نبدي. زين اليوم عندنا تمارين بطن، اوكي؟ يلا خلي رجلك هنا. يلا حبايبي كل وياي، اوكي؟ داون اب 1 2 3 4 رجلك اليمين على رجلك اليسار، تمام؟ يلا مصعب 1 10 مرات 1 2 3 تعبانين؟ تعبانين لو لا؟ لا ليش؟ بالعكس المفروض ورا الرياضة دائما تحس بنشاط اليوم كله، تمام؟ يلا نشوفكم باكر، باي باي. عاشت ايدك كلش حلو هاي جزء. منو يعرف شنو فوائد الحليب؟ اسمع جمانة بالله اصغر وحده. عافيه يصير صحي للعضلات. محمود شنو من فوائد الحليب بعد تعرف؟ شنو من فوائد الحليب؟ عافيه مفيد للاسنان. شنو تعرفين على الحليب؟ يلا قولي لنا. عافيه صحه القلب، سمعتك تردل. تعاون بس هيك. بس عضيها بس عضيها، هاي نسكره كلش طيبه بس بوضيها. رح نحكي هسه عن أصول القعدة بالأماكن العامة. يعني دائماً من أكو مكان عام، يعني طالعين بمطعم، رايحين خطار عند ناس، رايحين زيارة مثل الزيارات اللي نطلعها كل يوم، وقعدنا نتغدى أو قعدنا بفد بيت. أول شيء قواعد القعدة يقول تنتهي حريتك من أكو مكان لازم يتسع الحرية الآخرين. يعني شنو؟ ما دام أكو أكثر من شخص هو مو من عائلتنا ومو من بيتنا وقاعدين بغير مكان، لازم شنو؟ مثلاً واحد ببيتهم متعود يقعد هالشكل، تمام؟ مثل سارة الحلوة، هذه القعدة نقعدها بالبيت، أوكي؟ لكن من نروح بمكان عام أو من نروح المطعم، عفية ما يصير إذا نروح بمكان عام. إذا نروح بمكان عام شو نسوي؟ ننزل هذه الرجل مثل ما هسه سارة راح تسوي،
وننزل هذه ونحطها بالقاع. عافيه. اوكي اسفه ما صفر. انا همينا مثلك باعي نزلت رجلي وحطيتها بالقاع. نخلي رجلنا دائما على الارض. اكو شغله كلش مهمه. البنات من يقعدون لازم البنيه من واقفه وتقعد رجلها مطبوقه. ما يصير البنيه تقعد والرجل مفتوحه. ابدا ما يصير. لان عيب. فلازم البنيه تلم رجلها ودائما الرجل على القاع. ما يصير نقعد للولد. هذه الملاحظه انتم اثنيناتكم هسه قاعدين حلو. ما يصير نقعد ورجلنا هيك مشيوله طايره من القاع. ما يصير هيك نقعد هاي القعده. حتى لو الكرسي كبير وبيه مجال وفراغ هاي القعده ما يصير نقعدها. وين نقعد؟ نقعد بطريقه تكون رجلنا على القاع مثل ما محمود وانس هسه قاعدين. بالاماكن العامه الرجعه والقعده هيك والرجل تظل طايره. ديما ديما حلو قاعده مو؟ لا. ليش؟ ها ما عاجبك. اوكي تمام. بنفس الوقت لما نكون بفد مكان واكو شخص بيده يحكي لهذا المكان، اذا قعدنا هالشكل ليش؟ لانه يبين كانه اني ضايج من هذا الشخص اللي ده يحكي او ممل هذا الكلام. تمام؟ فلازم او ما حبيت هذا الكلام. احسنت محمود عفي عليك. ف نقعد القعده العدله ونباوع على الشخص اللي ده يحكي ويانا، نباوع عليه بتركيز. ما يصير اكو واحد ده يحكي واحنا هيك مسوين. يعني مدى نستمع عليه. عافيه. يعني عيب. يعني ما يصير. تمام؟ تمام. قولي تمام. لا. هسه احنا شلون قلنا لازم نقعد؟ مو قلنا لازم نقعد الرجل نازله؟ يلا تقدرين تنزليها؟ شلون؟ هيك ننزلها. هيك ننزلها وهيك نقعد ونخلي ايد هنا وايد هنا. تمام؟ حلو هيك؟ شبيه هيك احب نقعد. تمام؟ هذه بالاماكن العامه. اكو اماكن عامه هي احنا نروح لها حتى اكثر نفرح وننطلق. مثلا رايحين الفت حديقه او رايحين المدينه العاب. ما يصير تركضون. لا يصير نركض. بس اذا جايبين الاكل ويانا واكلنا وخلصنا لازم شو نسوي؟ تمام. يعني لازم منعوف ورانا شنو؟ الأكل. أحسنتي. ما يصير نعوف ورانا أكل بواقي وما يصير نعوف ورانا أوساخ. الشيطان. عافية. لأن يأكل الشيطان. هاي إذا أنت ما كملتي معونك يأكل الشيطان. بعدين إحنا من نروح مكان بحديقة وأكلنا وصارت أكو أوساخ وصارت أكو أشياء عاي فيها. أحسنتي. نلمها ونخليها بتشيز. تحبين ديما؟ تحبين تقعدين يمها؟ تعال أنس يمي. تعال. هاي ملاحظة كلش مهمة راح أحكي عنها هسه. لما نكون بمكان عام وصار أكو واحد لازم يجي ينحشك بصف المكان حتى يكفي. بالمكان العام من تصير حشكة ويقوم واحد يقعد بصفك ما يصير تضوج وتبين أنه أنت ضايج هيجي وتوخر. حتى لو ضجت انت ابقى هادئ بداخل نفسك وقوم على كيفك وغير مكانك. لانه اذا مكان بيزدحام اكيد اكو احد راح يجي يقعد وبعدين يجي واحد لاخ ينحشك وبعدين نجي هيجي وننحشك وبعدين نجي هيجي وننحشك. فلازم هذا المحشوك ما يضوج ويجر القمصله مالته هيجي. مبين ضايج. صح؟ صح. اوكي. هاي الملاحظة كلش مهمة، زين؟ اكو شغلة لوخ. إذا أني أحب أسمع موسيقى، جايب وياي الآيباد مالتي، وقاعد بمكان عام، أسمعها بالصوت اللي على قدي. مو ضروري الكل يسمعون. اوكي،
رحنا احنا لهاي السفره اللي دا نحكي بيها، رحنا للحديقه وفارشين الاكل مالتنا ودا نركض ونلعب، بس همينا ما يصير كلش نعيط بصوت عالي لان اكو غيرنا ناس يجوز ينزعجون من الصوت العالي. فشنو؟ مو ضروري نعيط بصوت عالي، بس احنا نقدر نفرح ونلعب ونضحك، واهم شيء شو نسوي؟ نلم الاكل. عافيه، نلم الاكل. عافيه، نلم الاكل الباقي ونشيله بتشيز ونخليه بالنفايات. عاشت ايدكم. الدرجة الوحيدة اللي هناك. انتوا الان هسه متحف اربيل للاحجار والاحجار الكريمة. المتحف الوحيد من هذا النوع في كردستان والعراق. المتحف يعتني بالاحجار الكريمة كأي متحف عالمي، بالاحجار الكريمة من كردستان ومن العراق ومن كل العالم. لأنه لا يوجد بلد لديه كل أنواع من الأحجار الكريمة. أحجار الكريمة نوعين، بحري وبري. هاي الأحجار الكريمة البحرية 10 أنواع مرجان بها: لؤلؤ، صدف، جلد القرش، قوقع السلحفات، هذول يعتبرون أحجار كريمة أيضا. أحجار الكريمة البرية معروضي هنا وبهاي الغرفة والفوق أيضا طابقين. في غرفة الأعلى معروض أيضا المتحجرات. شنو المتحجرات؟ الحيوانات القديمة العايش قبل ملايين السنين وفي ظروف معينة أصبحت هيكل مالها حجر. في سبيل المثال عندنا ترايلوبايت عمره قرابة 600 مليون سنة. 600 مليون سنة. ولدينا أخشاب وحيوانات مختلفة متحجرة أصبحت حجر. هنا نستقبل يوميا أطفال وطلاب وسواح من كل الأعمار ومن كل القوميات ومن كل الدول العالمية. إذا عندكم سؤال حتى نشرح لكم إياه. عندك سؤال؟ يلا. هي هم رادوا يسألوك على هذه الحيوانات، هذه حقيقية لو دوما معروضة؟ كل شيء بهالمتحف معروض حقيقي، لا يوجد شيء صناعي. احنا اول مره نعرف انه الصدفه مال ال او احنا اول مره نعرف الصدفه مال ال اكو بياضه همينه السلحفات تكون قوقع السلحفات البحري فقط لانه سمكه كثير. لدينا في سبيل المثال هسه فوق في غرفه المبيعات سبحه مصنوع من هال قوقع. يعني يصنع منها حلي وأدوات؟ نعم وثمينة أيضا. معلومة جديدة علي. هسه هذه شنو؟ هاي صدفة. صدفة بهذا حجمها؟ نعم. الأشياء اللي موجودة هنا تم العثور عليها هنا بنفس المنطقة تاريخيا لو جايبين أشياء من كل العالم؟ المتحف ليس متحف أثري. نعم. متحف علمي ثقافي. أها. نعتني بنوع الحجر وليس للعمر وليس نعم، لا تاريخ ولا جغرافيا. نعم نعم نعم. فقط نوع الحجر. إنه وفرتوا كل الأنواع. كل الأحجار حتى يتعرفون عليها من الزوار. كل العالم. نعم. نعم. مثلاً الأحجار الكريمة البحرية المعروفة اللؤلؤ والمرجان، والمرجان والصدف. نعم. وهكذا والبرية معروفة بشكل واسع مثلا ألماس، ياقوت، زمرد، جيد، يشم، مثلا أمثيست وكثير من البرية الأحجار. وين تلتقي يعني وين واحد يلقاها؟ أنا أسمع شيء بالجبال، شيء تحت بالجبال، الأرض، بالصحاري، بالمناجم، حسب كل نوع يعني. نعم، مثلا نبدي بالغرف حتى أراويكم إياه. هاي انواع الاحجار الكريمه. هاي مايكا مثلا، هاي جام صوبت على الصوبات النفطيه، هاي يصنع منها الحجر وليس بلاستيك. الناس اللي يزور المتحف يمكن سامع اسم كم نوع من الاحجار لكن هنا يشوف بأم عينه
اللي سامع واللي ما سامع واللي أصلاً ما حلم بأنه يشوفها من يوم. مثلاً هاي أمثيست بالعربي يسمونها جمشد، هاي مثل ما تشوفها يستخرج داخل الجبل، مثل ما تشوفها كريستالة لونه واللمعانة وكل شيء كل شيء، يعني ما لامسه بشر فقط قطع. هنا مثلاً تشوف هاي حجر الكحل قالينا، هاي يطحنون يصبح كحل العيون. هاي زمرد الطبيعي داخل حجر ماله، هاي روبي ياقوت الأحمر داخل حجر ماله، هاي در در ومرجان، هاي شوف اللمعانة كم حلو كلش حلو. هاي يسمونه لابرادورايت اسم العلمي، بالعامية يسمونه حجر قمر وحجر المحبة يسمونه أيضا. سامعين نيزك من ينزل من السماء؟ هاي نيزك، هاي أنواع أحجار الكريمة. مثلا هاي بايرايت، هاي المكعب تشوفها، هاي مثل ما تشوفها خلق الله، لا بشر قاطعة ولا لامعة ولا فولش ما له كل شيء، هيك يطلع من الحجر. مكعب؟ مكعب مكعب فيد، يعني هذا مكعب هسا شلون طبيعي؟ ما تشوف شلون ما تشوفه هيك، شوفه داخل الحجر بعده بمكعبات. نعم هاي أنواع الأحجار الكريمة. هاي مايكا مثلا، هاي جام صوبت على الصوبات النفطية، هاي يصنع من هالحجر حجر المايكا وليس بلاستيك. هاي أيضا في الأحجار والمعادن سامة، مثلا هاي زرنيخ سام جدا، هاي خطر على موت، هاي مخلينا بداخل زجاج. شوف هنا أنواع كوارتس، هاي كلها طبيعي، شلون ما تشوفها مطلعينها من الأرض. هاي لازورت، هاي من أفغانستان، هاي عين النمر، هاي تشوفون خامات المعادن، مثلا خام الحديد، خام الحديد، خام النحاس، خام المنغنيس، مغنيسيوم ومعادن أخرى. شوفوا ذني شكت حلوين، كمية من الدعابل، تعال شوفها من يمي. هذه الأحجار المدورة شنو؟ هاي نماذج، نماذج نماذج الأحجار. تكار أكل حيوانات قبل ملايين السنين تعصى بالهذا، العلماء لقوها لقوها بحجرات، سابقوا هاي بدون صوت أخبع هاي أفي، هاي رجعوا في الورا حتى نشوفها. شوفوها؟ تشوفون هاي السنجل؟ شلونكم اليوم؟ جميل. ماذا أسمع؟ جميل.
عفية إيه هالشكل، شوية نشاط حيوية، لأنه المسرح يريد واحد نشط حيوي حتى شنو يتفاعل، حتى يقدر يقنع المشاهد القاعد بالشخصية اللي دي أديها. إذا كان كسول وخامل ما يقدر يوصل الحوار أو الشخصية اللي هو دي أديها، لازم تكون عنده حيوية ونشاط حتى يقدر يؤدي الشخصية. سارطوا هالنص مالتها؟ إيه هذا النص مالتها، عفية عليك. يلا شوف شلون حتى تعرف تقرأ بيه. ماشي هسه احنا وين كنا؟ قلنا وين راح الخروف؟ للبئر. خطيه لانه شنو؟ تعبان وعطشان، واجا للاسد والاسد ما خلاه يشرب، قال له احنا اصدقاء. ايش قال له هو؟ احنا مو اصدقاء. زين فاس اي بس شنو قبل اللي يحكي الحوار شنو نسوي الصوت اول مره؟ اها هسه راح نسمع من عندك انت، قوليها وقولي احنا مو اصدقاء. يلا احنا مو اصدقاء. والواو اي شلون بالله احنا شنو؟ احنا مو اصدقائك. واو يلا ساره قولي واو. لا بدي شو اخذ اشوف وجهك ايش صار متجو هذا الوجه الحلو. يلا يلا قولي اياها. يلا يلا إيه إحنا مو أصدقاء. يلا زين بس سوي الوا قوية. يلا قولي وا قوية. يلا صرخي قوية بعد بعد طلعيها عفية عفية صف قولها. يلا هسه أريد أسمع منك أنت. يلا إحنا مو أصدقاء بس مو قوية هذه صرخة قوية. إحنا مو أصدقاء. يلا بعد مرة ثانية. يلا لا بقى صوت فيك. يلا يما تخوف. ايه شنو بعد؟ احنا مو اصدقاء. عافية يلا هسه منو تعال النوسة قول ياها. احنا مو اصدقاء. ايه بس شنو نسوي لازم نفصلها يعني من نقول احنا مو اصدقاء. يلا عافية يلا احنا مو اصدقاء. بس مو احنا مو اصدقاء. واحد يفتح صوته يعني من يقول هذه لا لازم شنو يعني الحنجرة تكون مفتوحة. يلا احنا مو اصدقاء. ليش تسوي هذا؟ قولي اي مو بهاي منا طلع الصوت. اي احنا مو اصدقاء. احنا مو اصدقاء. اها زين بصوتك قولي ماما لولو. صحيحة صوتك ماما لولو. ايه هاي بعد تحكي هسه من انا ماما لولو بس مثل تقولين ماما لولو. شوفي هاي من انا حتى تأذين الحنجرة مالتك. فنفس الشيء لازم شو تقولين؟ واو احنا مو اصدقاء. يلا احنا مو اصدقاء. لا مو احنا مو اصدقاء. شلون قلتي ماما لولو؟ شلون بالله قوليها ماما لولو؟ ماما لولو. لا ماما لولو. ماما لولو. ايه ماما. يلا قولي ايه عافية. يلا ديما. واه احنا مو اصدقاء. حمدة تحكي من نعلة. واه ايه احنا مو اصدقاء. عافية منو بقى عندنا؟ انت يلا محمود خلي اسمع من عندك. واه احنا مو اصدقاء. شنو؟ واه احنا مو اصدقاء. يلا قوم وقف. قوم وقف هيجي الزم هذا النص اللي هنا انا خليه هنا انا. يلا قول واو احنا مو اصدقاء. واو احنا مو اصدقاء. بدي اقطع اللحم من جيبك وين الواو. يلا واو احنا مو اصدقاء. وان واو اي مو وان. واو احنا مو اصدقاء. مو وان. واو احنا مو اصدقاء. لك مو وان. واو احنا مو اصدقاء. عافيه هاي البطلة. يلا احنا مو اصدقاء. زين تخبل هذه. هسه اريد اسمع صوت الخروف. اوكي لا نبدي واحد. يلا ايه ما ما شلونك صديقي الاسد؟ عافية هاي شنو خروف لو معزه؟
خروف. شو يقول الخروف؟ سويتي معزة، سويتي ما 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 ما. يسموه صوت الخروف باللغة العربية شو اسمه؟ عرفوه؟ عرفوه؟ تغاء تغاء اي تغاء اي زين. صوت الفيل، منو الفيل؟ يلا فيل سارة ايه. يلا ديما تعرفين صوت الفيل؟ ما تعرفين؟ ها صوت الفيل اي اي. يسموه بالعربي شنو؟ نهيم نهيم. صوت من هذا؟ نهيم. صوت منو؟ الفيل. الفيل صوت منو؟ الفيل. ايه زين. اذا هسه صاروا عندنا الاصوات، عرفتوهم؟ الكلب شنو؟ واسمه نباح. نباح. عفيه. والخروف؟ ماء. واسمه تغاء. تغاء. زين. والقرد شنو اسمه؟ ضحك. ضحك. شنو؟ ضحك. والكلب؟ عب 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 راح شو نسوي ان شاء الله؟ راح نوزع لكم الادوار ونشوفكم الازياء مالتكم. كل واحد راح يعرف الدميه مالته اللي يلبسها ويؤدي الشخصيه مالتها. ممتاز؟ ممتاز. زين. هسه كنا نريد بصوت واحد صوت الاسد. واحد اثنين ثلاثه. قوم نوقف. يلا ساره قومي. واحد اثنين بالايدين بالايدين. خلي النصوص بالهذا، خلوها هنا النصوص على الميز على الكراسي، خليها هنا مالتك. عافية سارة. يلا كنا نسوي الحركة مالته. واحد لا لا سمعوا من عندي. واحد اثنين ثلاثة. صبرني بفراقك، تدري انت روحي وقلبي ما احمل غيابك. شلون شلون سنابي واتسابي وصوري شلون شطفك؟ قلي يا عمري وحياتي وانت مشحون. مكسور مكسور يا ريته مكانك قلبي مكسور. ارجع لي فدوة واشتري لك كبر مني المنصور. وياك روح عن حبيبي وياك روح، ما اقدر على فرقتك وياك روح. جمانة تعالي قعد يمي. تعالوا تعالوا خلينا نجعس ناخذ سيلفي ما دام بنغني على التليفون. يلا يلا تعال تعال. انس 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 مندمج ويا الكرتون. شو اسم هذا الكرتون هالمرة؟ مهندس الصغير. تحب انت متابعه؟ شايفه قبل؟ ماي يونيكورن. شايفه؟ انت مش شايفه؟ انا شايفه. اه شايفه. شنو كلكم شايفين بس انا؟ انا هم انا شايفه. ها زين. شوف 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 والله. البارحه انا كنت صغيره كنت شايفه شويه من فلونة، بعدين انتم ذكرتوني بيها. روميو. روميو؟ ايوه. أنا ما شايفه. تعال أنس خلينا ناخذ صورة. يلا يلا أنس صورة. يلا يلا جوزيت نغني وناخذ صورة؟
شلون نغني؟ شلون نغني؟ يا الله اريدكم كلكم تطلعون. تعال انا سبين. هلا هلا بالجميع. جمانة طلعي راسك شوي. متونسين بيت ماما لولا؟ أيين. هاي أي متونسين؟ يلا متونسين بيت ماما لولا؟ متونسين. حبكم كوما. خلينا نشوف بالله ديدي شنو؟ ديدي؟ عيني. شنو اليوم سويت لنا عشاء؟ دجاج وسبانغ وفطر. دجاج وخضروات. اي سبانغ 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 مصدر الحديد. مال باباي. باباي نصير اقوياء. اي زين احنا هسه جوعانين يعني جاهزه لو لا؟ جاهزه. انطلاق. قبل ما نبدي بالطعام شو نقول؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دائما من ناكل الوجبه اللي مسويتها ديدي شو نقول؟ عاشت ايدك. عاشت ايدك كلش طيب. شو اكثر شيء تحبيه جمانه؟ مفيد.